حياكم الله مشاهدينا. تحتفل دولة الكويت وبريطانيا اليوم بالذكرى 120 لاتفاقية الحماية البريطانية التي أبرمت في عهد حاكم الكويت الراحل المغفور له الشيخ مبارك الصباح. وبهذه المناسبة يشهد فندق عشرة مراسم هذه الاحتفالية. والمزيد حول الاحتفالية ينضم إلينا من فندق عشرة الزميل يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت. يوسف صباح الخير، صف لنا الأجواء لديك وكيف تسير الاستعدادات لإقامة الحفل وما يعكسه من قوة العلاقات الكويتية البريطانية. نعم، صباح الخير وأصبح عليك بالخير زميلتي الزين، وأصبح على السادة المشاهدين مشاهدين شاشة تلفزيون دولة الكويت. نحن الآن متواجدون وبالتحديد في فندق الشيراتون في حفل الاستقبال بمناسبة مرور 120 عام على الصداقة الكويتية البريطانية. هذا الحفل راح يكون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحضور معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري. راح نعطيكم نبذة سريعة عن هذه الاحتفالية وما يميز 120 عام على هذه الاحتفالية. 120 عام على هذه الاتفاقية للحماية البريطانية لدولة الكويت التي تمت في عهد حاكم الكويت الراحل المغفور له الشيخ مبارك الصباح أو مبارك الكبير. علاقة وطيدة بين البلدين الصديقين، بين دولة الكويت وبريطانيا أو المملكة المتحدة، تخللت في العديد من العلاقات، سواء علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية وغيرها من العلاقات التي تؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين الصديقين، ومنها الأهم علاقات رسمية وشعبية. لا ننسى الدور الفاعل والكبير اللي كانت تقوم فيه بريطانيا خلال الغزو على دولة الكويت، والبصمة الواضحة في حرب تحرير الكويت خلال الغزو الغاشم. هذه نبذة سريعة احنا نقدمها لكم وقلنا ونوضحها لكم من خلال تواجدنا في هذا الحفل عن الهدف من هذه الاحتفالية، ولكن أهداف عدة تأكدها هذه الاحتفالية، منها الهدف الأساسي تبين وتؤكد العلاقة الوطيدة الكبيرة بين الدولتين. لكن أعزائي المشاهدين، حول هذه الاحتفالية نستضيف معنا الأستاذ مجدي المساعيد رئيس القسم الإعلامي في السفارة البريطانية ليحدثنا أكثر عن الهدف من إقامة هذه الاحتفالية. أستاذ مجدي نصبح لك بالخير، بس نخبر السادة المشاهدين عن الهدف من إقامة هذه الاحتفالية والعلاقة الوطيدة ما بين دولة الكويت وبريطانيا. طبعا بالنسبه لهذه العلاقه، بالنسبه لهذه العلاقه البريطانيه الكويتيه، طبعا علاقات وثيقه وطيده ممتده منذ القرن الثامن عشر. لكن طبعا هذه الاحتفاليه اللي هي يعني الاتفاق المعاهده او معاهده الحمايه او معاهده الصداقه سنه 1899، هذه المعاهده هي انطلاقه العلاقات الرسميه بين البلدين. وطبعا هذه الاتفاقيه يعني ادت الى تعزيز العلاقات في كل المجالات حتى يومنا هذا، من ذلك الوقت حتى يومنا هذا، وهذا وكان ذلك يعني يتمثل ويتجسد في الزيارات المتبادله بين البلدين. مثلا زياره سمو الامير الشيخ صباح الى بريطانيا زياره الدوله سنه 2012، وزياره جلاله الملكه اليزابيث الى الكويت سنه 1979. وهناك طبعا الكثير من المجالات الاخرى، وايضا كما ذكرت موضوع المشاركة البريطانية في تحرير الكويت. وطبعا في الحفل هذا اليوم يعكس هذه العلاقات ويعكس هذه الأمور اللي أنت ذكرتها. فمثلا بالنسبة لموضوع المشاركة البريطانية في تحرير الكويت، في عندنا مثلا مشاركة الفرقة البريطانية العسكرية، وهذه الفرقة العسكرية وهي فرقة موسيقية عسكرية، طبعا هي تنتمي لفرقة عسكرية شاركت في تحرير الكويت، وهم سوف يعزفوا في هذا الحفل معزوفة تستمر 5 دقائق. وهذه المعزوفة هي لذكرى 3 من جنود الفرقة الذين قتلوا في حرب تحرير الكويت. وطبعا هناك
صور وكتب ومعرض صور ومعرض كتب والتي تعكس هذه العلاقة. وطبعا هناك الكلمات التي سوف يلقيها معالي وزير الخارجية ومعالي وزير الإعلام وطبعا سعادة السفير البريطاني. نعم، الأستاذ مجدي المساعيد رئيس القسم الإعلامي في السفارة البريطانية، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح السريع. نؤكد مرة أخرى، هذا الحفل يؤكد الصداقة الكويتية البريطانية ومرور 120 عام على هذه الاتفاقية. كانت هذه نقلة صورة حية في فندق الشيراتون في حفل استقبال بمناسبة مرور 120 عام على الصداقة الكويتية البريطانية. وأعود لكم زملائي مرة أخرى. نعم الزميل يوسف، بلا أدنى شك احتفالية جميلة تحتفي بعمق العلاقات الكويتية البريطانية، والتي نسأل الله أن تدوم أزمنة عديدة وأعواما مديدة. الزميل يوسف صفر، كل الشكر لوجودك معنا.